اهلا وسهلا فيكم اليوم في المحاضره الثانيه في دوره التحليل السياسي. اليوم معنا الدكتور محمود العجرمي، نائب رئيس مجلس اداره جامعه فلسطين وسفير فلسطين السابق في اليونان واثيوبيا، وله خبره طويله في مجال العمل العسكري في لبنان والسياسي والدبلوماسي. نرحب به بيننا اليوم ونتمنى لكم الاستفاده. في نهايه المحاضره لو تضع يعني ملاحظات، في حال عندكم استفسارات ملاحظات مداخلات في اخر 15 دقيقه. تفضل. بس في البدايه ما بعرف شو يعني من الجمهور اللي معي، عشان يعني انا بدي اعرف من انت، عشان انت يعني في طلبه علوم سياسيه، في صحفيين، وفي مهتمين. صحيح؟ صحيح. طلبه علوم سياسيه مستوى رابع واعلان في الجامعه الاسلاميه. يعني في البداية أنا اسمي محمود العجرمي، درست يعني بكالوريوس آداب اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، طبعا هذا الزمان، ثم درست علم آخر وهو ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية سيمفروبل في الاتحاد السوفيتي السابق، يعني سيمفروبل في اوكرانيا. ثم درست ماجستير الصحه النفسيه، ثم درست دكتوراه
يعني الدكتوراه مخلوطة شوي، يعني تحتوي على علم القيادة والإعلام وأيضا صحة نفسية، واللي كان شغلني في دراساتي شوية هيك مزاج وطني، يعني بمعنى أنه الماجستير في العلوم العسكرية معروف، يعني في الماجستير الآخر الصحة النفسية كان السمات المميزة للناشطين في الانتفاضة عن أقرانهم غير الناشطين، يعني شغلني أنه الناس اللي قاعدة في البيوت وأولئك، خاصة وأن هناك عملا دعائيا ضخما بأن المشتركون في الانتفاضة يعني من اللي فاشلين وإلى آخره، ليثبت أن الذين شاركوا في الانتفاضة هم من كثير الشباب المتعلمين المتفوقين الناجحين، وأيضا اللي أوضاعهم حتى في كثير من الأحيان المادية مستقرة، ويمكن هذا النموذج بدراسة جرت مؤخرا لمجموعة من استشهدوا في الانتفاضة، أيضا هذا هو حالهم الآن. بالدكتوراه يعني شغلني كثيرا الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل ما له وما عليه، وبتعرفوا التعبير الشهير يعني أن الناس اختلفوا معه ولم يختلفوا عليه. هذا الرجل عايشته بفترة في عملي السياسي والدبلوماسي وشغلني فعلا، لأنه أي واحد بده يعمل بحث أو دراسة لازم يكون عنده هم معرفة قضية معينة، ولا مش كتير في ينفعل معها ويصل إلى نتاج مرضي أو نتاج يشكل إضافة عما سبقوه. فكانت دكتوراه حول الأبعاد السيكوستراتيجية للخطاب السياسي للرئيس ياسر عرفات، وهذا خلاني أقرأ كثيرا جدا عن هذه الشخصية الإشكالية، الشخصية التي يمكن أن ترى، وهذا كله له علاقة بالتحليل السياسي بالوقت، ولأنه معرفة الشيء وصبر غوره ورؤية ما وراء الأكمة دائما هو الذي يعطيك تحليلا صائبا بعيدا عن ظواهر الأشياء. وبالتالي طبعا أنا عملت في المجال، يعني أنا عضو اتحاد كتاب، عضو نقابة الصحفيين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو لجنة صياغة دستور فلسطين. عملت في المجال العسكري طبعا حوالي 18 عام في الأردن وفي لبنان، وعملت أيضا في المجال الدبلوماسي، فكنت سفيرا في عدة دول، وكذلك مديرا عاما لإدارة آسيا وإفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية، ثم مساعدا لوزير الخارجية، وعملت في مجال الكتابة والصحافة كثيرا، يعني لي عدة كتب وعدة يعني أبحاث ومقالات كثيرة جدا، يمكن تقرأوا بعضا مما أكتب على يعني الفيسبوك، شوي هيك بتفرغ عند الواحد كثير من الطاقة، رغم أنه الكتابة على الفيسبوك يعني كتابة مباشرة وهي كتابة وصفية، وهذا أحد أنواع الكتابة، بمعنى أن تكتب عن الحدث الجاري بدون ما تدخل بتفاصيل كثيرة، وهذا أحد أشكال الكتابة السياسية راح نحكي فيها فيما بعد. طبعاً درست دبلومات في يعني دبلوم عالي في التخطيط الاستراتيجي، دبلوم عالي في الدبلوماسية، دبلوم عالي في فن التفاوض، وهي فادت الواحد أيضاً. أعتقد أن مجموع ما درسته يخدم، يعني بمعنى يشكل ذخيرة يعني غير متكاملة بالتأكيد، كي يحيى الإنسان حياة شوي مفيدة يعني أو مثمرة، لأننا نعيش في عالم بعيد شوي يعني كفلسطينيين، يعني بعيد عن التخصص. التخصص مرات بخدم المجالات ذات الطابع الإنتاجي في مجتمع شوي مستقر ومستقل،
يمكن الواحد بدرس مجالات مختلفة كي ينجح في أن يقف حيث تفرض الشروط الوطنية الفلسطينية عليه أن يقف. موضوعنا اليوم بالتالي ما بعرف إذا فيه مي بعد زيتكم وخلقنا من الماء كل محاضرة حية يعني. طبعا خليني أبعد شوي حتى أقدر أشوف العوامل المؤثرة في الحدث السياسي وانعكاساته على عملية التحليل السياسي. أنا مش كتير يعني مقتنع بالعنوان، يعني العنوان مش كتير هيك متماسك تماما، ولكن خلينا يعني نقرأ الأمور في أن الحدث يشكل جوهر ما يمكن أن نستند إليه في تحليلنا السياسي، لأنه ما فينا نعمل تحليل سياسي بدون الاستناد إلى حدث، وما فينا نأخذ قرار سياسي بدون ما يكون هناك تحليل للحدث، لا بدون ما يكون موقف حتى تأخذ فيه قرار، وبالتأكيد بده يكون مستند إلى تحليل سياسي. التحليل السياسي هو علم وليس مجرد رغبة أو اعتقاد بأن أي حديث يمكن أن يعتبر تحليل سياسي، بمعنى أنه إذا جاء اثنان أو ثلاثة أو أربعة وعملوا تحليل سياسي واستندوا إلى الأسس التي يجب أن يستند إليها، التحليل السياسي سوف تكون وجهات نظرهم متقاربة، بمعنى علينا أن نفرق ما بين الحدث السياسي والرأي السياسي والموقف السياسي والتحليل السياسي. عادة الحدث هو إيفنت، يعني حدث يحدث وبالتالي الناس ترى هذا الحدث، من هون بصير الموقف السياسي مختلف ما بين هؤلاء استنادا إلى انتماء هذا الشخص لهذه الفئة أو تلك. لأنه لما بقول إنه جولدا مائير الإمرأة الحديدية على طريقة شو اسمها رئيسة وزراء مارغريت تاتشر بريطانيا أو إنديرا غاندي في الهند، هذه رائعة لوطنها بس بالنسبة لنا كارثة، ومن هون الموقف له علاقة بالجهة التي تعنى بهذا الشخص أو الحدث. ممكن نعمل تحليل لشخصية الشخص، بمعنى يعني في موضوع خلينا نقول في مشكلة بحث، وهذه مشكلة البحث قد تكون حدث قد تكون شخص قد يكون موضوع مؤسسة وتبر، يعني أيا كان هذا الشيء الذي نريد أن نعطي تحليلا له. الرأي السياسي هو موقفك الشخصي من موضوع معين، وحتى مرات داخل الحركة الواحدة. ليش قلنا موقف؟ لأنه موقف تستند إليه مجموع الهيئة أو المؤسسة الحزب أو الحركة، بغض النظر هون عن الأقلية والأكثرية، أنت ملزم بالموقف ولكن لك رأيك اللي تقدر تعبر فيه، وهي حيوية الأحزاب على فكرة، يعني الأحزاب الديمقراطية أو الشورية بالمفهوم الإسلامي هي الأحزاب اللي تتنفس بطريقة صائبة وبكون في مساحة فيها للإدلاء بالرأي والرأي الآخر، وهؤلاء عادة يكونون قد استندوا إلى أساس سياسي واحد. وبالتالي التحليل السياسي مثل ما قلت في البداية، التحليل السياسي هو تحليل علمي سوف نتابع معا كيف يمكن لنا أن نعطي تحليلا سياسيا يمكن أن يخدم من صناع القرار، ممكن أن يخدم
صناع القرار، وعادة التحليل السياسي من المفترض أن يشارك فيه يعني consultants أو advisors يعني خبراء أو مستشارين أو elite يعني نخب، ومفترض يكون هؤلاء كمان عندهم تخصص في يعني واحد مفروض يكون له علاقة بالإدارة بالتخطيط الاستراتيجي، واحد له علاقة بالاقتصاد، واحد علوم سياسية، واحد اجتماع، واحد سيكولوجي، يعني لأنه عادة كل هذه العوامل يجب أن تدخل في موضوع التحليل أو ما يمكن أن يقدم لصانع القرار. ولاحظوا معي أن وزراء الدفاع على الأغلب ليسوا سياسيين، ليسوا عسكريين، وزراء الدفاع ليسوا عسكريين، دائما قائد الجيش هو اللي بيكون عسكري، لأن وزير الدفاع هو الذي يعنى بكل يعني بكل الريسورسز، بكل مصادر القوة في المجتمع، إن كانت القوة البشرية أو القوة الاقتصادية، القوة الإعلامية، الإعلام أصبح وهي علاقة بالإعلام، يعني الإعلام أصبح مساحة فعلية للعمل، خلينا نسميه العمل القتالي، لأنه القتال يتم في يعني مجالات متعددة. وتذكروا معي أنه 2014 كان للإعلام دورا هاما في والحرب طبعا، ما قلنا السيكولوجي شغال على الخط، وعشان هيك دولة الاحتلال هاجمت كثير من مراكز الإعلام وقتلت أعتقد أكثر من 17 صحفي وإعلامي، لأنه كل هاي المجهودات كلها تخدم المجهود الحربي، والحرب هنا تعتبر عملا سياسيا ساخنا، لأنه أي حرب عادة بدك تجني من وراءها أهداف سياسية، وبالتالي عادة تقاس نتائج أي حرب في تحقيق الأهداف، في تحقيق الأهداف، إن لم تحقق هذه الأهداف فهي حرب فاشلة، وهذا صحيح. عشان يكفينا نقيم ما قامت به مثلا دولة الاحتلال عام 2008-2009 بالأهداف أيام إيهود أولمرت، قال سنقلب الحكومة وسنوقف إطلاق الصواريخ، سننهي فصائل المقاومة وسنستعيد شاليط. وحتى إيهود أولمرت أذكر أنه قال إنه هذا إقليم متمرد وبالتالي سوف يخضعه للسلطة، بمعنى سيطرة السلطة على، وهذا أنا أذكر هذا جيدا. وبتعرفوا انتهت الحرب دون أن تحقق أيا من هذه الأهداف. وأتذكر أنه يوم 18 كانون تاني وقوات الاحتلال تندحر في منتصف الليل، كانت الصواريخ تطلق وتلاحق قوات العدو، ما استعاد شليط، ما ألبوا الحكومة، ما أوقفوا الصواريخ، ما أنهوا، ما ألحقوا وفق السيناريو. يعني أنا هنا بناقش ليش ولا وكذا، لأنه علينا في التحليل السياسي أن نمارس ما يمكن أن نسميه cool thinking، يعني نفكر بطريقة باردة، يعني بمعنى أن نستخدم الobjective assessment الموضوعي وليس المنطقي، لأن هناك فارق ما بين المنطق والموضوعي. ومرات باللغة الدارجة، وهي كنت انتبهوا حين الكتابة بالتحليل، إنه ما تستخدم إنه منطقي أن، لأنه المنطق ممكن يكون صح وممكن ما يكون صح، على طريقة صديق صديقي صديقي، لا ممكن ما يكون هيك، واحد زائد واحد يساوي اثنين ممكن جدا ما يكون هيك، وهكذا. إذن الأوبجكتيفيتي الموضوعية في التحليل تقتضي قواعد علمية في هذا التحليل. أهمية التحليل السياسي بالنسبة لنا كشعب فلسطيني لها علاقة
بالأحداث السياسية التطورات الميدانية كما نلاحظ يعني الآن في تطورات round the clock على مدار الساعة كل شوية في حدث وبالتالي علينا أن نتابع هذه الأحداث وما في تنظر للحدث في حد ذاته يعني فاصلا إياه عما يحيط من ارتباطات وهذه الارتباطات أيضا بدك تربطها بالواقع المحلي عموما وبجيوبوليتكس بالجغرافيا أو الجيوسياسي أوكي؟ يعني وهناك يعني بالتأكيد نماذج كثيرة لما يمكن أن نربط بذلك حادث معين أذكر مثلا يعني كنا وقتها في بيروت من 82 ويعني كنت وقتها في يعني في المجال العسكري فتذكروا معي أن السفير لدولة العدو يعني أطلقت عليه النار في لندن طبعا أي محلل سياسي بسيط يعني عنده ما عنده أسس للتحليل السياسي الصائب راح يناقش الموضوع من خلال بريطانيا نفسها وتأثيراتها وإرهاب بس في حقيقة الأمر من يربط ذلك بمجريات علاقة دولة العدو مع محيطها الإقليمي تصريحات العدو استعدادات الجيش الميدانية سوف يقول أن هذه بريتكست حجة لتغطية هجوم على منظمة التحرير أو المقاومة في لبنان شوفوا كيف الأحداث وين صايرة والنتائج وين هاي بدها أن الواحد يكون فارسايتد يعني بعيد النظر ويربط الأمور مع بعضها البعض إذن علينا أن ننظر للأمر ليس فقط بشكله وإنما كروتنايزن يعني نسبر غور هذا الحدث ونربطه بالواقع الداخلي يعني على سبيل المثال سؤال دكتور صالح عرقات من سنة تقريبا سؤال ما هي نتائج المفاوضات وكان في واشنطن مع وفد فلسطيني فآثر أن يستخدم تعبيرا طريفا فقال a big fat zero يعني مش زيرو عادي كمان زيرو هيك صحته دسم يعني دسم هيك صحته هيك ملزلز يعني زيرو هيك مدهن دبل فحين سئل من أحد الصحفيين إنه شو الالترناتيف مع إنه دائما أي رجل سياسي أو رجل عسكري دائما عليه أن يتحلى بفهم اسمه alternatives البدائل دائما لا بديل واحد للشيء هاي أنا بقصد الأحداث ولا أقصد شيء آخر وبالتالي دائما الرجل السياسي أو الرجل العسكري دائما بتكون عنده الخطة الأصيلة ثم بديل ثاني وبديل ثالث دائما بده يكون في بدائل فكان بديل الدكتور صائب بعد 20 سنة عقدين من الزمان يعني 2 decades كما يقولون انه نغير اسلوب التفاوض يعني كان بيروح بدل بني بده يروح بدل زرع يعني كان بيقعد على الجنب هذا بيقعد على الجنب هذا وهذا لا علاقة له بالتغيير الجوهري للعوامل المرتبطة بحدث المفاوضات المفاوضات عادة لم تكن يوما شكلا من أشكال النضال المفاوضات ليست شكل من أشكال النضال المفاوضات عادة أسلوب الاستثمار جميل لحصاد الاستثمار حصاد ما أنجزته أشكال النضال المختلفة بمعنى إنه أشكال النضال مثل ما قلنا يعني زي ما بحكوا الآن مختلفين شوفوا هون التحليل السياسي
كم هو عقيم. اللي خايفين من الانتفاضة ونتائجها وتأثيرها على مصالحهم وعلى مسار ما سمي بتسوية سياسية، معنيين أن يثبطوا هذه الانتفاضة، أن يخرجوها من سياقها اللي هو له علاقة بالتحليل السياسي، وبالتالي يقولوا أنه هذه هبة أو حراك. يبدأون من الاصطلاح، وإذا بدنا نحلل الهبة عادة تقوم بها فئة اجتماعية معينة لمواجهة حدث في حد ذاته، وممكن تنتهي بساعات إذا تم حل ذلك، بمعنى استجابة أو قدروا يحلوها أو أحبطوا أو ضربوا بالتالي يقضى على الهبة. بعكس الانتفاضة، الانتفاضة دائما هي تعبير جمعي شعبي لفئات اجتماعية متعددة تشكل دائما الأغلبية، ودائما بتتمحور حول قضايا وطنية كبرى. هذا صحيح، جوهرية لازم تكون القضايا، وهي عادة ليست هبة، مش رد فعل. تذكروا معي بال96 هبة النفق، هذيك هبة. أيضا بال29 هبة البراق، لأنه دنس اليهود الهاد، طلعوا طفشوا هبة، لكن انتهت. النفق أيضا توقف انتهت خلال ساعات أيام، بس بس الانتفاضة لا. ولاحظوا معي أن الانتفاضة الآن هي تعبير عن، ثم لها امتداد بالجغرافيا ولها امتداد بالديموغرافيا، بمعنى الفئات الاجتماعية المختلفة. والبعض يعني يتكئ على إنه الشباب، طب أنا بدي أسأل سؤال، يعني وين في شيء بالدنيا ليس الشباب عنوانه؟ يعني وبالتالي يعني احنا خارجين عن النص، لا، الشباب هم دائما عنوان اي تحرك، اي عمل، اي انتاج، ان كان في الدول تحت الاحتلال او بالدول المستقره. يعني سويسرا الشباب هن القائمين بالحياه، وهم دائما عماد اي انتاج او صناعه او تطور في تركيا، في اليابان، wherever you go، يعني أينما حللت هي هكذا. زائد لاحظوا تطور أشكال النضال متدرجة. زائد الحظوا معي، يعني بحكي هون عن التحليل، ديروا بالكم، وقعد بسند الأمور حتى تصير عناوين هنا ثم ندخل بالتفاصيل. أيضا الذين يتحدثون بجهل عن ضرورة عسكرة الانتفاضة، أو الذين يتحركون بخبث عن عسكرة الانتفاضة. ما في، by the way، ما في انتفاضة شعبية في التاريخ كانت عسكرية على الإطلاق. دائما فئات الشعب المختلفة وفق حجمها ومصالحها واستعدادها الكفاحي لكل منها شكل من أشكال النضال. والانتفاضة الشعبية عادة هي انتفاضة تأخذ شكل المظاهرة، العصيان، المقاطعة الأكاديمية، المقاطعة الاقتصادية، الإضراب، هانجر سترايك، الإضراب عن الجوع، إغلاق الطرق. ثم هناك نخب استعدادها للتضحية عالي، هي التي تأخذ نهج الكفاح المسلح. إذن الذين يعملون في المجال العسكري هم فئة من هذه الفئات المتعددة، وعادة العسكري فيما بينهم ما بيمسك البارودة بين الذين يلقون بالحجارة أو اللي قاعدين يسكروا شارع وبالكلاشن بروح قايم ونازل طخ، لا، هؤلاء نخب محددة لها طرائقها ووسائلها وأهدافها أيضا، مش وين أنت ما بتروح بتطخ على، يعني على وين مكان، يعني لا، انت بتطخ في مكان محدد، بتحط عبوة في مكان محدد، تقاتل في وقت محدد، وهكذا دوليك. وبالتالي اشكال النضال المتعدده بتتقاطع، وهكذا الانتفاضه شغاله على هذه الطريقه.
تتذكروا من يومين ثلاثة أحد الإخوان ملازم أول في المخابرات طلع أيضا، وعلى فكرة ليس الأول ويمكن رقم 10 أو 11 هذا، زائد تذكروا معي أنه 1400 عضو من الأجهزة الأمنية بالسجون داخل دولة الاحتلال، لأنه هؤلاء أولاد البلد يعني، وبالتالي اللي بيصفوا من بينهم مرتبطين بالاحتلال، هاي مرة أخرى نخب بالاتجاه الآخر، وهكذا بتصير عملية polarization، عملية استقطاب في المجتمع، هاي اللي بتطور الانتفاضة، وبالتالي بتصير بتوصلها لتقترب من الذروة، وهنا يأتي الحصاد السياسي على طريقة مسار بغزة ب 2005 حين اندحر العدو من طرف واحد وتحررت غزة بالمفهوم الكفاحي للكلمة وليس بالمفهوم القانوني السياسي، بمعنى مش انه تحررت وخلصنا، لا، ما هي دائما يعني كفاحنا في مواجهة العدو هو معارك مش بالنوك اوت على طريقة الملاكمة، وإنما بالنقاط. دائما حركات التحرير في التاريخ راكمت انتصارها بالنقاط، وعمر حركات التحرير، وهنا أنا بعمل تحليل الآن ديروا بالكم عشان أطبق ذلك الآن وفق القواعد، وما ناخذ وقت وأحنا بنناقش الجانب النظري، نبلش بالجانب العملي لأنه المثل هو اللي بيوضح النظرية وليس العكس. ولاحظوا معي، معارك الشعوب عمرها ما كانت معارك عسكرية، ليست معارك أنواع أسلحة، لو كانت كذلك لما انتصر شعب واحد على وجه الأرض. أمريكا حين احتلت فيتنام واندحرت عام 1975 وتوحد شمال وجنوب فيتنام يعني سايغون وهوشيمين، كانت أمريكا قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال وبالخمس وسبعين وقت الاندحار، ولليوم هي القوة الأولى عسكرية، ورغم ذلك هزمت لأن المشروع أصبح مكلفا ومكلفا أكثر من ما هدفه، وهون الهدف السياسي أن يحققه، وعشان هيك هذه كلها حروب إرادات، معارك الشعوب مع محتليهم أو الأنظمة القمعية معارك إرادات وليست معارك أسلحة، وعشان هيك أفق الانتصار ممكن جدا جدا في مواجهة العدو، وهناك نماذج يعني 2006 بجنوب لبنان 33 يوم تتذكروا معي استخدمت كل النخب العسكرية لجيش دولة العدو، وكل صنوف الأسلحة استخدمت واندحروا دون أن يحققوا مرة أخرى استعادة جنودهم، ما كان في مشكلة عندهم، وكذلك احتلال جنوب لبنان. وتذكروا قبلها عام 2000 هم احتلوا لبنان 1978 لما عملوا الشريط الحدودي، وكان وقتها سعد اللي هو كان قائد جيش لبنان الجنوبي، وبالتالي أنا هاي كله عشته يعني، عشته ميدانيا عسكريا يعني. ثم اندحروا عام 2000 ولم ينجحوا إلا بخسارة المزيد والمزيد من الجنود وخسائر على المستوى المعنوي بالتأكيد، وكذلك خسائر على المستوى الاستراتيجي. كان إيهود باراك وقتها رئيس الوزراء، وبالتالي اندحار هذا الجيش بدأ بتآكل قوة الردع، لأن الجيش اللي ما بيحقق أهداف سياسية معناته قدرته على الردع العسكري اللي بده ينجز أهداف سياسية غير ممكن. 2008-2009 اندحر العدو بعد 22 يوم، وأيضا دون أن يحقق أي من أهدافه،
وتذكروا معي أنهم استخدموا اليورانيوم المنضب، اليورانيوم المخصب، وانتبهوا هاي أسلحة مكلفة جدا جدا ونتائجها كارثية جدا. الفسفور الأبيض الارتجاجي الفراغي العنقودي النابالم، وهي أسلحة كلها محرمة دوليا، فكيف استخدمت على قطاع صغير جدا وساقط بمعنى الطبوغرافي العسكري ساقط تماما. ثم بثمانية أيام 2012 لأول مرة في التاريخ تطلب دولة العدو وقفا بإطلاق النار. 15 وزير خارجية من أوروبا الغربية أو من أوروبا عفوا جاءوا إلى القاهرة، وتذكروا معي أيضا هيلاري كلينتون في شاطئ الدبلوماسي يعني دبلوماسية مكوكية، وباراك أوباما أيضا اتصل بالشيخ حمد وقتها أمير قطر قبل ما يجي ابنه، ومع أردوغان ومع مرسي في محاولة لوقف إطلاق النار، وجاء الوزراء العرب ورئيس الوزراء، ويعني بمعنى أن صاحب القرار السياسي فرض أن يكون المدخل الحقيقي. من كم يوم زار السيد مشعل جنوب أفريقيا، وأنا من الذين يعني ذهبوا إلى جنوب أفريقيا كثيرا وجلسوا مع قيادتهم كثيرا، والواحد درس تجربتهم في أن ينجزوا انتصارا. وأذكر أن السيد أوليفر تامبو مثلا رئيس جنوب أفريقيا الأول، ثم نيلسون مانديلا حين قالوا لنا كوفد فلسطيني عن السلطة، السلطة يعني ما غيرها 2005، أنكم وقعتم في خطيئة، أنكم أجلتم كل ما هو حيوي للمفاوضات النهائية، وهذا سيعطي زمنا ذهبيا. وهون التحليل السياسي وكيف يقدم، يعني لو في مناضلين حقيقيين ليقدموا تحليلا. على سبيل المثال القضية في جنوب إفريقيا مشابهة كثيرا، لأنه عندهم أيضا استعمار كولونيالي من الخارج وليست استعمارا لأهداف اقتصادية على طريقة بريطانيا في الهند مثلا أو أمريكا بفيتنام، لا almost يعني متقارب فيما بيننا وبينهم، وكان عندهم مساحة واسعة شوية اللي يدفشوا السود إلى الغابات، زائد ما عندهم أيديولوجيا عنصرية بالمفهوم الديني للكلمة على طريقة الفكر أو الأيديولوجيا الصهيونية. ولما بحكي عن الأيديولوجيا الصهيونية بمدارس التحليل المدارس الأيديولوجية، انتوا لاحظوا كل اللي بحكي سنجده الآن أمامنا، حتى ما حد يتخيلني أبتعد عن الموضوع الجوهري. وبالتالي بقي السود في البلد ولكنهم أخرجوا من المدن الرئيسية. الآن لما بدك تروح على ديربن أو جوهانسبرغ أو بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، ستجد أنه معظم اللي ساكنين في المدن وبشكل خاص كيب تاون ستجدهم بيض، وستجد أيضا كثير أو أغلب المزارع الخصبة أيضا تحت سيطرة البيض، ولكنهم بدأوا على طاولة المفاوضات. وهي مشكلتنا إذا قرنت بهم، لأنه اللي قعدوا على الطاولة وتفاوضوا كلهم أولاد جنوب إفريقيا بشكل حقيقي، وبالنسبة لهم هي أرضهم وهم مستعدون للتضحية من أجلها، وبالتالي جلسوا إلى الطاولة وقد حلوا كل القضايا الرئيسية، بمعنى الأسود والأبيض صوت واحد وحقوق واحدة، المزارع بتتوزع، وحطوا يعني خطة لإعادة توزيع المزارع بما يتناسب مع السكان وأعدادهم لأن الناس تساوت. ثم يخرج المقاتلين من الغابة ويلتحقون بالأجهزة الأمنية وبالجيش، المبعدون يعودون كلهم اللي بسجون أحرار وبيطلعوا بياخذوا حقوقهم أيضا عن الفترات. هذا كله لم يحل.
برجع لي للتحليل ليش قال حتى هذا كله، ليش أنا بجيبه كله، ليش قال صعب عرقات إنه يعني we got a big fat zero. له علاقة بأن المفاوضات وزي ما قلت هي ليست شكلا للنضال وإنما أسلوب لاستثمار ما حصدته أشكال النضال المتعددة. من المفترض أن تكون هناك وحدة وطنية خلف المفاوض في انقسام، من المفترض أن يكون هناك ميزان قوى يستند إليه المفاوض، ما فيه. وليش النتائج a big fat zero؟ ويمكن الكلمة الوحيدة اللي صدق فيها هاي على فكرة إنه فعلاً جابوا a big fat zero. ثم النقطة الثالثة، ما في عمل ميداني ساخن اللي لما تأوزم يضربوا أكثر يعدلوا. حين كان الفيتناميون عام 1975 في باريس بتفاوضوا مع الأمريكان، كانوا حين يخسرون موقعا يطلبوا منهم من هانوي يتصلوا فيهم يقولوا لهم لا تذهبوا إلى المفاوضات، خليكم بالأوتيل. لا الفيت كونغ اللي هي حركة التحرير الفيتنامية، لا الفيت كونغ يرجعوا الموقع ويأخذوا مكان اثنين ثلاثة موقعين ويقتلوا وكذا، يقول لهم الآن ارجعوا على المفاوضات. طبعا القتال عبث وإرهاب بالنسبة للمفاوض، فكيف له أن يستثمر عامل قوة من هذا النموذج؟ ثم أن الوضع العربي وضع سيء جدا وهو متعاون مع الاحتلال وليس العكس. ثم بعد ذلك الوضع الدولي أيضا ليس وضعا لصالحنا، على الأقل نحن لم نستثمر قوانا نفسها لنفرض تحولا في الميزان بمعنى ضغط شعوب على أنظمة على الأقل ما تعمل شيء، ما تمارس شيء ضدنا. وعلى المستوى الدولي تذكروا بالواحد وخمسين يوم، بالواحد وخمسين يوم خرج في باريس ربع مليون، وهدول ما طلعوا مرة وبطلوا بشكل دائم، وهذا لم يحدث أيام الجمهورية الخامسة دي غول. أيضا في بريطانيا طلع 300,000 ليس فقط في لندن لحالة، في إيرلندا. وهذولا كمان يقول الصحفيون هناك أنهم لم يخرجوا في عز أيام تشيرشل الذي قاد بريطانيا إلى النصر على النازية، وكذلك في لوس أنجلوس، في نيويورك، في واشنطن، في تكساس، وين ما فيه، في أنتاريو، في كندا، في يعني بالعاصمة، بمدن كثيرة في كندا أيضا خرجوا. وهؤلاء هم الحلفاء التقليديون وكلهم شعراء على فكرة، يعني مش جاليات فلسطينية وعربية وإسلامية فقط، لا من أهل البلد. وبالتالي وهذا حصار وعامل من عوامل القوة اللي مفترض نناقش الحدث بشأنه، إنه صار فيه على المستوى الكوني، لأنه يعني كما يقول سيدنا المسيح إذا كسبت العالم وفقدت نفسك لا شيء، بس حين تكسب نفسك تكسب العالم. ومن هون صارت دولة الاحتلال، اختفت الصورة النمطية من ضحية إلى أن أصبحت واضحة أمام العالم أنها قاتل. امبارح كيري أو أول امبارح هي حدث لما ألقى خطابه، هو ألقى خطابه خوفا على دولة الاحتلال، يعني مش نقدا، ما هو مسكناها احنا وصرنا نقول هيو صار في خلاف، لا هذا يعني احنا حكينا عن التحليل السياسي وعن الموقف السياسي وعن الرأي السياسي وعن الحدث السياسي، هذا بنقدر نسميه الهبل السياسي، وهذا بندخل مصطلح للعمل السياسي الجديد، يعني لأنه حين قال لنتنياهو أنك بذلك أنت تفرض دولة واحدة ثنائية القومية وفي أغلبية فلسطينية، بالتالي الآن على فكرة عام 2040 سوف يصبح الفلسطينيون
في فلسطين المحتلة أكثر من اليهود المستوطنين. تفوق ديموغرافي. تفوق ديموغرافي عشان هيك. يعني مثلاً بالبيرفريد الآن مثلاً شوف المتدينون في دولة الاحتلال إذا قارنتيهم بنسبة السكان وبالتحولات الجوهرية داخل المجتمع فكرياً وبالهجرة المعاكسة بدك تاخذي كل العوامل في ما راح يأثروا في نسب السكان بشكل عام. وعشان هيك لما قلت من شوي لأنك تعمل تحليل سياسي بده يكون عندك متخصصين هذا يدرس لك الجانب الديموغرافي. يعني على سبيل المثال من 2008 حتى 2013 على فكرة قبل معارك 2014 يعني على سبيل المثال إذا بدك تحكي لغة لها علاقة بالتحليل السياسي ومفردات أو terms يعني terminology ما فيك تقول الحرب لأنه هو عدوان بالضبط يعني مو فكرة مرتب لأنه كل دخلاتك صح حتى الآن وبالتالي الحرب عادة بتكون بين طرفين ممكن الاثنين عندهم حرب على فكرة وممكن إلى قوى متقاربة وهكذا بس هذه كلها عدوانات مرات بنغلط بالتعبير وللأسف. وبالتالي من 2008 إلى 2013 من غادر فلسطين دون عودة 250 ألف no return هذول one way زائد هجرة معاكسة بلا رجعة إن أصلاً مهاجرين يعني بالأساس حتى كلمة مهاجر مش كتير صح ديروا بالكم بس بدناش ندخل في الترمينولوجيا الآن لأنه المهاجر مهاجر بشكل طبيعي وهذا أحد حقوق شرع حقوق الإنسان إنه من حق أي واحد ينتقل من أي مكان لأي مكان بس هؤلاء يعني حتى كلمة مستوطن وكلمة استعمار على فكرة تعبير باللغة مش صح لأنه بده يستعمر يعني بده يحيي أرضا بور ويست لاند يعني أو ديزرتس أو كذا. المهم بالنسبة لهذه النقطة يعني أنا قلت لك كيف بالنسبة للشغلة واحدة على نسبة المتدينين في إسرائيل 22% لكن لو قارنا نسبة إنجاب المرأة الفلسطينية من أول احتلال اليهود أو الإسرائيليين لفلسطين وبالنسبة الحالية كانت المرأة تنجب ما بين 7 يعني معدل المتوسط تبعها 7 لكن حاليا 1 أو 2 بينما اليهود الحريديين خصوصا ارتفعت النسبة إلى 7 عشان هيك أنا قلت لك بغض النظر عن الهجرة. لا بس عفوا خلينا نستند إلى أرقام ناتجة عن إحصائيات تتبع منهجية البحث العلمي. لا مش دقيقة المعلومة. لا إحصائية. مش دقيقة. لا أعوذ بالله. هؤلاء هم يدسون دراسات على كيفهم إن كان بالنسبة لأنه كل شيء عندهم يخضع للرقابة. يقربات. تمام. لو أخذنا عين عشوائية تطور بس ما بعد العدوان تاع 2014 هذيك قديش في عين نسبة مواليد بس في قطاع غزة. نسبة في هذا المجال بس يعني نسبة كبيرة بدناش ندخل في هذا الموضوع. خلينا نحكي المين ترندز يعني الاتجاهات الرئيسية. اليهود ومش كلهم يهود الروس اللي تعرفوا من 85 للتسعين كانت مرحلة غورباتشوف وبدأت الحركة لليهود إلى فلسطين المحتلة. هؤلاء اللي غادروا 1,200,000 على فكرة بقي منهم 700,000 فقط الباقي رجع. الآن على فكرة هاي إحصائيات حقيقية الآن لا يغادر اليهودي من أي منطقة كانت إلى فلسطين المحتلة يغادرون مباشرة إلى كندا أستراليا أوروبا أمريكا وبالتالي ما بروحوا يعني اللي كانت بلد السمن والعسل ما بعرف شو هذا الموضوع. ثم أن هناك أيضا استطلاعا للرأي 40% منهم يود المغادرة إن حانت الفرصة وهي دولة متحركة قاعدتها 20% من قاعدتها متحركة وما في شعب بالتاريخ إلا الشعب الكويتي على فكرة. الشعب الكويتي
شهر آب 1982 2 آب 1982 احتل صدام الكويت، فلم يكن هناك شعبا. 1992 سوري اسف لا انا حكيت تاريخ ما يعني بلاش احكي. ف كان صبيحه يوم الخميس كانوا الشعب الكويتي كان ماخذ اجازه. تعرفوا الشعب الكويتي تقريبا يعني واحد على خمسة تقريبا من عدد السكان، الإمارات واحد لحداش، الغرب يعني البنغلاديش هندي فلسطيني سوري لبناني إلى آخر أردني واحد لحداش. فاللي بقصده هون زائد الشعب الفلسطيني الآن يقارب 1.5 مليون داخل فلسطين المحتلة 48. لاحظوا أنا لا أستخدم تعبير كلمة إسرائيل دائما، وإذا حتى بحكي لغير العرب بكتب يعني بحطها بين قوسين أو مع وصف الكيان، مع وصف الكيان نفس الشيء entity هو كيان، لكن من ناحية روسية لا بتحطها بين قوسين، بين قوسين as a de facto، بس بدك توصف انت انه يعني لما مرات بدك تعمل معاني المصطلحات بتحط دولة أقيمت على حساب، يعني بدك تقول مين هي يعني، وما بدك تاخدها for granted يعني على انها دولة ونورمال ومثل الآخرين وهكذا دولك دائما، لأنه كمان يعني في البحث العلمي هي هيك وليست دولة طبيعية يعني، وهي مش بنت معيشة يعني، يعني هاي حين ينتهي وقد بدأ ذلك دورها الوظيفي، يعني دورها الوظيفي موجودة لدور وظيفي على فكرة، مش موجودة بجد لأنه في أيديولوجيا وأرض ميعاد بجد وسبحانه وتعالى يعني هدول. وأصلا يعني حتى على المستوى الجيني لا علاقة لهم بمن مروا بالبلاد. تذكروا معي أن اليهود ليسوا من أهل البلاد، هم جاءوا من مصر في مرحلة تعرفين القصص في قرآننا الكريم، لا مش سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، وحتى أن التوراة نزلت على جبل الطور في سيناء، ومات سيدنا موسى ويوشع بن نون هو الذي جاء، وحتى لما حاولوا يدخلوا فلسطين من غزة من المنطقة حاولوا يدخلوا اليهود في حينه وضربوا، وعشان هيك القوم الجبارين يعني عن الغزاز عن أهل غزة، وهذا بالقرآن يعني. بالتالي هم ليسوا من البلاد، زائد بفترة الإمبراطور الروماني قسطنطين لم يبقى في فلسطين يهود على فكرة، أيضا خرجوا من البلاد كما مر كل الغزاة يعني اليونانيين والصليبيين وقبلهم شو اسمه الأشوريين والكندانيين، وهاي يعني مر بفلسطين، زائد لم تثبت أي حفريات أو ألواح في كل المتاحف ما يشير إلى وجوه إلى أثر لغير الفلسطينيين في فلسطين. يعني أول من سكن في فلسطين هم الفلسطينيون، واللي بسموهم اليبوسيون أو الأموريون أو الكنعانيون أو الفينيقيون، ماشي. وبالتالي الحضارة الأرامية هي أول حضارة في التاريخ، وهي التي منها أرامك أرابيك اللي منها جاء العرب. وحتى الآن لم يثبت 1832 جاءت أول بعثة للاكتشاف في فلسطين، إبان يعني إبان الخلافة العثمانية وفتشوا راحتهم يعني، بس منعوا من الاقتراب من المسجد الأقصى، ثم احتلت القدس الغربية 1948 وأصبحت وبقيت فلسطين يعني.
وفتشوا فيها لما داخلوا ما لقي ولا أثر، ولليوم على فكرة لم يجدوا أثراً واحداً يهودياً في فلسطين، رغم أنهم وجدوا آثار كل الذين مروا في فلسطين، دليل أن الذين مروا حتى في تلك الآونة هم قبائل متخلفة متحركة ليست متمدنة، وعشان هيك في أريحة دمرت أريحة بالكامل، يعني أريحة رجالا نساء أطفالا قتلوا، بيوتا دمرت، والحيوانات قتلت، يعني أي حد عنده حد أدنى حضاري على الأقل بيستأنس الحيوانات، يستخدم الرجال للبناء إلى آخره يعني، وهكذا. إذن احنا لما بدنا نشوف الواقع الآن الديموغرافي اليهودي سنجده، أنا كل هذا بجيبه عشان أرجع أن هؤلاء متحركون، وجودهم في المنطقة وظيفي، وتأثيرات الآن ما في هجرة، يعني بطلت دولة الاحتلال مكانا جاذبا، أصبحت مكانا طاردا، وهي وقائع وأرقام statistics بتأكد هذا الكلام. خلينا نطبق شوي الآن، في أحد الإخوان رفع يده. الدكتور خلال حديثك كده قلت إنه لا أستخدم كلمة إسرائيل، بس فقط الدكتور يعني استخدام كلمة إسرائيل مش بالضرورة أن أكون مقتنع بأنه أنا أعترف بإسرائيل، أستخدم إسرائيل، وإلا يعني في السياسة بشكل عام السياسة سياسة متحركة أو عامل متحرك، خاصة في يعني أنا بدي أحكي مع الغرب، أنا إعلامي بدي أحكي مع الغرب، ما بصير أحكي مع الغرب وفق رؤيتي أنا وفق يعني كتاباتي أنا، إذا أنا أو لغتي أنا، لأنه التفاهم لغة التفاهم دائما بتكون اللغة اللي بيفهمها الطرف الآخر، إذا ما كان بيفهم لغتك اللغة اللي أنت بتحكيها بعتقد إنه حي يعني حيطنشك أو حينساك أو مش حيسمع لك أساساً، يعني مش بالضرورة أكون أنا بعترف بإسرائيل عشان أقول إسرائيل، بس أنا إذا كنت أنا بدي أوجه رسالتي الإعلامية أو رسالتي السياسية، على الأقل أنا بنحكي سياسة، إذا بدي أوجه رسالتي السياسية والإعلامية للعالم بشكل عام، هو العالم أساساً بيقول إنه هذه إسرائيل، حتى عن فلسطين في بعض أو الخارطة العالمية، الخارطة العالمية أو القرار الدولي موجود إنه الاعتراف بدولة إسرائيل، أوكي ماشي الحال، أنا كفلسطيني ما بعترفش بدولة إسرائيل، ماشي الحال، بس الغرب بيعترف بدولة إسرائيل. النقطة الثانية إنه حضرتك حكيت عن حرب التوصيل، بس خليني أجاوبك على الموضوع. أنا حكيت هنا أتحدث مع الغرب أحطها بين قوسين وأوصف، بس مش حيسمع حتى لو واحد، لأنه أنا حطيتها في بين قوسين، بس أنا حابب أنبهك للتالي، عفوا، بس بالقانون مشكلتنا انه احنا يعني على سبيل المثال دولة الاحتلال ليست شرعية وفق القانون الدولي، واقول لك ليش. صك الانتداب، علينا ان نقرأ كثيرا، صك الانتداب في نصه الذي انتدبت فيه فرنسا وبريطانيا وغيرهما على العالم بعد الحرب العالمية الأولى يمنع تقسيم الدول المنتدبة، وبالتالي أنت أصلاً دورك أن تغير هذه المفاهيم وأن لا تشكل لا ثقافة لك ولا لهم، أنت بتقول إسرائيل ولكن بدك تحكي معاه عن إسرائيل، وبالتالي هي ليست دولة بالمعنى الشرعي، وأرجو إذا ما فيها القانون الدولي هو الدول ليست، عفوا بس خلينا ننتبه للتالي. أنت حكيت كلمة جميلة على فكرة، إنه التاريخ متحرك، بدليل إنه اتفاقية فيرساي نسفتها اتفاقية يالطا بال 45، صحيح؟ ويالطا بال 19، شو اسمه فرساي بال 19 نسفتها يالطا، ثم بال 90 لما انهار الاتحاد السوفيتي تشكلت دول، 15 دولة خرجوا من الاتحاد السوفيتي، ولا زال التفكك شغال. ولكن هذا لا يلغي أنني حين أتحدث علي، حين أذكر دولة، ما أنا بدي أحكي له عن دولة إسرائيل، بدي أستمر في أنه هاي الدولة
دولة لا أنا بدي أفكفك هذا في رأسي، وبالتالي أنا بوصله للحقائق بالمناسبة. وهون أنا بحكي واقع وحقيقة تاريخية، وعشان هيك على فكرة كثير من اليهود، وبديش أحكي يوري ديفيز على سبيل المثال، كلنا يعني كناس إلنا علاقة بالصحافة والكتابة والسياسة، إسرائيل شاحك الذي غادر فلسطين وقال لا يشرفني أن أكون في دولة اخترعت اسمها إسرائيل، وهو يهودي واسمه إسرائيل على فكرة، ماشي الحال. وبالتالي أنا ما بعني تسليمي بالأسماء أن أسلم بالنتائج، وأنا أصلاً معني بإني أفكفك هاي من رأس اللي أمامي. والقضية ليست قضية ذكر، أنا قلت ما يعني بالبحث بكتب إسرائيل، بالكلام بحكي إسرائيل، بس ما بحكيها as a fact وأز يعني هي دي فاكتو أمر واقع لا شك، وما فيه أخرج من التاريخ وأضرب رأسي بالحيط أنه مش موجود. لا، في فرق بين أن أعترف بوجودها ومصيبة أن أعترف بشرعيتها. ولعلمك أحد أهم النتائج التي أراد المستوطنون اليهود والعالم الغربي الوصول إليها، وأحد أهم نتائج أوسلو على فكرة، لأنه كانت إسرائيل عندها الليجاليتي، يعني بمعنى القانونية الدولية، عندها اعتراف قانوني ماشي الحال، بس الليجيتيمسي مش عندها. وكيف تأخذ الليجيتيمسي هاي الشرعية؟ بإقرار أهل الأرض على فكرة اللي إحنا مضينا عليه بالضبط. نعم. دير بالك كارثة أوسلو مثلاً، يعني خلينا أدخل في موضوع آخر لأن التحكي مهم، لأنه هذا تحليل يجب أن يستند إلى وقائع. وبالتالي الاعتراف بدولة العدو على فكرة اللي صار بجنيف 1988 حين انتقلت الجمعية العمومية، حين رفض، وأنا عشت هذا التاريخ وكنت فيه، حين رفض دخول الشهيد الرئيس ياسر عرفات إلى نيويورك، رغم أنه اتفاقية المقر على المستوى القانون الدولي يخرج أمريكا من قرار منح الفيزا، اللي بمنح الفيزا الأمين العام على فكرة، وليس باراك أوباما أو whoever is the يعني البريزيدنت للولايات المتحدة الأمريكية. فالمهم الاعتراف وفق القانون الدولي، انتبهوا يا إخوان، الاعتراف وفق القانون الدولي هو اعتراف بسيادة من اعترفت به على الإقليم وعلى السكان وعلى النظام، سيادته طبعا، انت تعترف بالإقليم بسيادته على الإقليم وبسيادته على السكان وبسيادته بسيادة هيئاته، يعني الهيراركي الهيكلية السلطة عنده، وهذه كارثة. وعشان هيك انتبه معي وأرجو أن تعود، يعني هنا أنا ما بحكي سياسة، بحكي تحليل سياسي، ما بحكي رأي، ديروا بالكم. وأرجو أن تعود إلى خطاب السيد الرئيس محمود عباس في 15-11، ستجد أنه لم يستخدم عودة اللاجئين وفق القرار 194، انتبهوا جيدا، قال حل عادل لمشكلة، أنا لترالي بحكي حرفيا، حل عادل لمشكلة اللاجئين يعني متوافق عليه أو متفق عفوا متفق عليه. لاحظوا كلمة عادل لا معنى لها بالقانون، وحل، وأنا هلأ باجي يعني لأنه بدنا نعمل تحليل الآن لهذا الموضوع، ثم متفق عليه لأن الرئيس محمود عباس يعلم جيدا أنه الاعتراف إن كان بالرسائل المتبادلة بين السيد رابين والرئيس الراحل ياسر عرفات و بالقرار الذي صدر عام 2012 بفلسطين دولة غير عضو، هناك اعتراف بدولة الاحتلال. أرجو أن تقرأوا نص الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، اقرأوه جيدا، ستجدون أنه
أمر وأنكى وأكثر كارثية من قرار التقسيم، لأنه يقر نصا وفي المادة الثانية مباشرة ماشي الحال على دولة الاحتلال على 78% من فلسطين. أرجو أن تعودوا بعد المحاضرة إلى النصوص. وبالتالي هذا النص يعني، هذا النص يعني أن دولة العدو هي التي تقر من يعود ومن لا يعود، لأن السيادة عندها وليست عندنا. متفق على كيف أدخل الدب إلى كرمي، وهي قضية فلسطينية وليست فلسطينية مع دولة الاحتلال. هذا جانب. اقرأوا أوسلو جيدا بال 93-13 أيلول، اقرأوا ببنود وبالضبط، ستجدون أن قضية اللاجئين لم يضف لها الفلسطينيين. لا اللاجئين بس، واليهود بيستخدموها على فكرة. احنا يا بايعين يا مش فاهمين. وفي القضايا الوطنية، واحنا بنحكي عن فلسطين على فكرة، انا لا اتحدث هنا عن فصائل، بحكي عن وطننا كلنا. لا بحكي لا عن فتح ولا عن حماس، انا بحكي نصوص الان. نمر اثنين، قضية اللاجئين لم تذكر بكلمة واحدة في اللجان الثنائية. اللاجئون نوقشت وذكرت في اللجان المتعددة، بمعنى حل للمشكلة دولي، resettlement and compensation، إعادة توطين وتعويض مالي حتى يبدأوا حياتهم الناس. وعشان هيك حل عادل لمشكلة اللاجئين متفق عليه. نسفنا القرار 194 بكل ما فيه من بلاوي، ديروا بالكم، حتى هذا لم يقع. ثم لا يوجد، ولاحظوا هون الريفرنس شو هو بالتفاوض. أنا حكيت إنه ما في وحدة وطنية، ما في ميزان، ما في عمل ساخن على الأرض، ما في تحالفات، ما في ما في ما في ضعنا. ماشي على العموم اللي أنا حكيته بالضبط، والتحليل كيف تستند العوامل. بإمكانكم أن تأخذوا المادة مطبوعة من هون، أوكي؟ واللي راح تلاقوا ما قلته بالضبط معمول، بس بكونديشنز، يعني بمعنى بخطوات وهكذا. ثم لاحظوا باتفاق أوسلو، اتفاق أوسلو أصلا هو الريفرنس للمفاوضات. اتفاق أوسلو أز ريفرنس على فكرة لا يوجد فيه كلمة واحدة عن الانسحاب. انتوا عارفين شو مكتوب بالانجليزي؟ مكتوب بالانجليزي كلمة redeployment، إعادة انتشار بس بأدب، محطوط withdrawal in، انسحاب فيه، بمعنى redeployment إعادة انتشار، مش withdrawal from، انسحاب من، لا انسحاب في، بنتل من هون لهناك، بنتل من هون لهون، وفق الحاجات الأمنية للاحتلال لدولة العدو. وبالتالي ما في انسحاب. وفي كلمة الفلسطينيين على فكرة في اتفاق أوسلو لا نص واحد عن السيادة، لا نص واحد عن الدولة. ولاحظوا انتوا اقرأوا الترمينولوجي للحكم المحلي، منظومة تعابير الحكم المحلي في دولة الاحتلال، ستجدوا التعابير الذي أخذت في أوسلو هي تعابير حكم محلي وليس تعابير سيادية لدولة. Palestinian Authority، ما في ناشنال، خلي وزير أو أي واحد في موقعه يكتب ورقة للجانب الآخر يحط في Palestinian National Authority، مش راح يعيدوها له، يعني لن تذهب أصلاً حتى تعاد، ولا يمكن تنكتب. أو من يستطيع أن يكتب PLC، Palestinian Legislative Council، الـL هاي مش موجودة لأنه التشريع مش موجود. لاحظوا السلطة الفلسطينية هي سلطة على السكان، مدنية بس، سلطة حد يطلع كلمة، يطلع لي كلمة حد غير هيك.
وهي بالضبط توازي سلطة الأمان على الطرق، سلطة الكهرباء البلدية بالضبط. ثم المجلس الفلسطيني بالضبط بلدية، هؤلاء يديرون الشأن الحياتي اليومي للشعب الفلسطيني، للسكان عفوا الفلسطينيين. وعشان هيك لما أنا بدي أستخدم تعبير بين قوسين، إسرائيل أكيد من حقي كفلسطيني ما أجيب سيرته بالمعنى الوطني للكلمة، ولكن حين أحدث الآخر أنا لا أنطلق من كلمة إسرائيل كمسلمة، لا هذا وطني بالأخير، وأنا بدي أضلني أصارع في كشف وفضح هذا. زائد أنا خليني أقول لك التالي، القرار 302 للأمم المتحدة والذي أنشئ بموجبه عام 1949 الأونروا، في بند في هذا القرار وفي 181 على فكرة يقول بأن اكتمال الاعتراف بالدولة اليهودية هو في عودة اللاجئين بأسرع وقت ممكن. اقرأوا النصوص، بمعنى أنه حين لا يعود اللاجئين لا يكتمل هذا الاعتراف. هذا غير نقطة أن صك الانتداب لا يشير، وعشان هيك انتوا شوفوا سوريا، لبنان، العراق، الأردن، ما كلها كانت خاضعة للانتدابات، السودان، مصر، لم يجري تقسيم على الإطلاق بهذه الدول. ومش ياكو بس، حين تعلن دولة الانتداب انه بطلت فيها تستمر، يسلم الاقليم للامم المتحدة، وهي وطبعا بتعرفوا انتو كله هي محاولة شلبنة الاحتلال باسم مانديت، من اوكيوبيشن لمانديت، حتى يعملوا تشريع لوجود هذه الدولة لتطوير الشعب المتخلف. تعرفوا فلسطين متقدمة عن كل الدنيا، كانت يافا الميناء الأول على البحر المتوسط، فلسطين كان فيها أول جريدة وفيها أول نقابة وثاني إذاعة، يعني فلسطين متطورة مش فلسطين بس. في مشروع لإقامة وطن قومي لليهود، لأنه 16 صار بلفور وال 17 عفواً 16 سايكس بيكو، 17 بلفور، ثم 21 إقامة قائمة مقامية بالأردن، ثم أصبح اسمها إمارة شرق الأردن ولم يعلن إلا بال 23. واللي عملوا هذا التقسيم، لنقرأ التاريخ جيداً، اللي عملوا هذا التقسيم هو وينستون تشرشل وبلفور. وينستون تشرشل كان وزير المستعمرات البريطانية، وعملوا الشرق الأردن جزء من إقليم فلسطين على فكرة في الانتداب، لم تكن اسمها، كانت ترانس جغرافيا وليست كيان سياسي، ما في. ثم فكروا كيف بدهم يعملوا، لاحظوا الترابط بالتواريخ 16 17 21، عشان لما يصير امبادي يعني تجسيد لدولة الاحتلال الفلسطينيين يطردوا إلى شرق الأردن، يأخذوا الجنسية، ينسوا. بس ما أجت وشوفوا 1950 مؤتمر أريحة اللي ضمت فيه لا حول ولا الضفة، واللي أصلاً ثبت الضفة والقدس الشرقية وعبد الله التل، لأنه رفض أوامر جلوب باشا وأصبح مطلوباً، لا هرب على مصر، هرب على مصر وتوفي. وهو تعاون على فكرة مع أحمد عبد العزيز، وتعاون مع مجموعات الإخوان المسلمين التي جاءت تقاتل بشكل منتظم، وفوز القوقجة على فكرة أجا مع 9000، سمح فقط ب4000 منهم للانخراط في القتال ووزعوهم على الجيوش العربية. قرأت وثيقة في المتحف البريطاني، وهذه كارثة والكثير لا يعرفها، أن دخول القوات العربية لفلسطين التي احتلت ليتر يعني بعدين، كان بأمر من الخارجية البريطانية من أجل الحفاظ على حدود التقسيم وسحب السلاح
من المجاهدين الفلسطينيين نجحوا بسحب السلاح ولم ينجحوا حتى في الحفاظ على حدود التقسيم، لأنه 56% صاروا 78.4%، ماشي الحال. وهكذا هذا هو التاريخ الحقيقي، وعشان هيك الضفة الغربية أنا لا أستخدمها في كتابتي وفي كلامي، أنا أستخدم الضفة الفلسطينية للنهر، لأن الضفة الغربية تعبير سياسي نشأ عام 1950 لما صار في مملكة هاشمية متحدة شرق وغرب. وإحنا لما نحكي إحنا ضفة غربية من غير شرط ضفة شو؟ بيحكوا في عمان عن الضفة الغربية، بس إحنا نحكي ضفة غربية من وين غربية؟ يعني عند قبرص مثلا، يعني بعدنا زي الإسرائيليين على فكرة، أقاموا سفارتهم في سفارة في العمارة، ماشي الحال، أقاموها غرب النيل لأنه بيعتبروا من النيل إلى الفرات أرضهم. فأقاموا، شوفوا هدول كيف بيشتغلوا، لا معترفين بمصر، على أن مصر مش معترفين بها، فكيف لنا أن نعترف بهذا الكيان بهذه الدولة؟ بنقول إسرائيل صح، ولكن إسرائيل هاي بين قوسين وطننا فلسطين، هاي اللي بنستخدمها مضطرونا لنوصل فكرة، وأحيانا مش دائما بالتأكيد، وهي أهم شيء حكيتي على أهمية كل اللي حكيتي. وبالتالي علينا بمعنى في علاقتنا في كتاب، أنا يعني بالأخير ذهبت إلى أمريكا وإلى لندن ودرست هون وهون وإلى آخره، وسافرت، أنا زرت 68 دولة في هذا العالم، بحكي يوناني لأني عملت دبلوماسيا، وبحكي أمهري لأنني كنت سفيرا في إثيوبيا، وبحكي فرنسي وإنجليزي أنا درستهم بالجامعة، وبحكي روسي لأني درست الماجستير في روسيا، بما أنا تحدثت بهذه اللغات مع كل هذه الأقوام. وكنت بقول للي بده يسمع كلمة إسرائيل بقول له إسرائيل، بس كنت قادر على إيصال فكرتي لهذا الشخص ليصبح إما حليفا أو صديقا أو محايدا في الحد الأدنى، إلا إذا له مصالح، يعني ما فيه أفرض عليه، بس هو لا يستطيع أن يفرض علي حين أتحدث أو أكتب أنه هاي إسرائيل عشان أقنعه بأنه يتغدى معي، بقول له إسرائيل، لا، أنا بدي أقنعه أنه مش إسرائيل بالطرق التي يجب أن أتبعها ووفق طبيعة من هو أمامي. هكذا يدار العمل السياسي استناداً أيضاً، أنا ما بحكي على طريقتهم قبل 4000 سنة والله مرينا من المنطقة، لا، احنا أولاد البلد. يعطيك العافية. تفضل. أنا آسف جدا، الموضوع بده سنة. هل أنا بصراحة كنت يعني زي ما حكى يمكن الأستاذ إنه يعني بنضل إحنا نقول الحرب الأولى والحرب الثانية، فهل يعني نغيرها لإيش؟ هو عنوان بكل المقاييس دي لذلك، يعني التحليل العلمي اسمه aggression. مصطلح، يعني مصطلح، كلمة حرب مصطلح. aggression مصطلح طبعا، لأنه العدوان هو غزو دولة أو طرف لطرف آخر، تأكيد، وهذا عدوان وليس حربا. تعطينا بعض الأسماء، يعني اسمع كتب طبعا، هذا الشيء كثير، يعني بس صعب هلا، بس ممكن نرتب أي لقاء آخر، أنا ما عندي مشكلة لأن ما شفت أي تفاصيل أخرى. رحت عدة مرات. اسمع الدكتور هاني البسوس دعاني وعملت محاضرتين، واحدة عن وعد بلفور، واحدة عن تجربتي في العمل الدبلوماسي، وحكيت بالإنجليزي. أردتكم أستاذ يوسف، وأنا جاهز، بس قولوا لي برتب أسماء وكتب وأشياء بحيث
أنا جاهز. أنا نائب رئيس جامعة فلسطين للشؤون الأكاديمية ونائب رئيس مجلس الإدارة في الجامعة. هاي وهاي يعني كروت. أنا مرة مثل لما نعزل الكرب.